الأخ يسأل عن حكم احتفالات النجاح وهي على ضربين. الضرب الأول أن تكون عن طريق لباس خاص وزي خاص، وهذا مأخوذ من عادات النصارى وتقاليدهم، وهم أول من أحدث هذا، ولا يزال هذا الأمر موجودا فيهم ومن معالمهم ومما يعرفون به ويتميزون به، وهذا لا يجوز، لأن ما تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه أن ما كان من خصائص فإنه يمنع. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع وستأخذ ما أخذ الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن القوم إلا هم. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى في الاقتضاء: سناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم، والمشابهة في الظاهر تورث المحبة والمودة في الباطن. وعادة لا يتشبه الرجل بالآخر إلا لسببين: الأول، أمر أول، أنه ضعيف، والضعيف يقتدي دائما بالقوي. السبب الثاني الإعجاب، فلولا أن هؤلاء معجبوا بما عليه الكفرة ما تشبهوا بهم. ومثلما نحن نرى الغرب ويحتقر العرب لا يتشبه بهم، الغرب ويحتقر العرب ويحتقر المسلمين هو لا يتشبه بهم. وأحيانا لو وجد كافر تشبه بمسلم هجروه، وبينما نجد المسلمين يتشبهون بالكفار في ملابسهم وفي عاداتهم وفي أخلاقهم وفي عقائدهم وفي شعورهم وفي غير ذلك، ولا نرى غيرة وثورة من أبناء المسلمين وحملة على هؤلاء، لأن هذا ضرب من ضروب التغريب. ومتى ما شاع بين المسلمين التشبه بالكفار هذا دليل على انحطاط هذه الأمة وعلى ضعفها. وكيف تريد هذه الأمة أن تغزو الكفار ويتابع للكفار في ملابسها وفي عاداتها وفي تقاليدها وهي محاكية لهم؟ ومن ثم ألف كتاب جيد اسمه الاستنفار لغزو التشبه بالكفار. الحالة الثانية أن لا يكون في ذلك شيء من الشعار الخاص، ولا يكون في ذلك عودة بعودة العام، إنما مجرد بهذه المناسبة وضع شيئا من ذلك دون تقصد اليوم ويفاوت بين الأيام، ولا يضع ذلك عادة مستمرة، وليس في العمل أي تشبه ولا في إسراف ولا في شيء من ذلك، فهذا لا يمنع منه.